السادة المؤثرين المصالح الخارجية، السادة وسيدة الحضور، السادة المؤثرين المناطق الإعلامية المحلية والجهوية. سعيد بتواجدي مرة أخرى بينكم بين هذه الفئة التي نعتز بإدارة ملفاتها في الإدارة الجبائية المحلية بأسفي. وسعيدون مرة ثانية لنلتقي لكي نحاول تذكير المنتسبين لهذه الغرفة بما جاء به النظام الجديد، نظام المساهمة المهنية الموحدة، وذلك بعد عام من التجربة. 2022 تعتبر السنة الثانية لهذا النظام، وسيكون عرضية بتصميم تالي. نقدر نخدمو إما مع رؤساء الجمعيات، ندير لكم داك عمل تشاركي، كل جمعية تجيب المشاكل اللي عندها جميع الأصناف ديالها، وديك الساعة نشارك المشاركة مع الإدارات بجوج بها. وشكرا. باقي لنا سي شبان. أسفي وسادة مديرية ديال الضرائب وسادة الحضور الكريم، فاليوم هذا لقاء آخر كنتواصلوا فيه عاوتاني من جديد على حساب التعميم ديال التغطية الصحية ديال التغطية الاجتماعية بالمغرب، واللي عطى الانطلاقة ديالو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطاب ديالو ديال 10 أكتوبر بمناسبة افتتاح السنة التشريعية. هذا الخطاب اللي كان فيه جلالة الملك بأنه التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية خصها تعمم على جميع المغاربة، وهاد التغطية إن شاء الله يعني التنسيق ديالها راه غادي يمشي على 5 سنين، يعني بدينا في 2021، وهاد التغطية الاجتماعية غادي تسالي لأن الوصف ديالها غادي تسالي في الأفق ديال 2025. ضروري ما بغيتش نقول إني نشكر وفاة الصناعة والتجارة والخدمات على هذه اللقاءات اللي ما يمكن إلا أننا نتمنوها. حنا في المديرية في الضرائب ولا في صندوق الضمان الاجتماعي راه دائما رانا الإشارة في هذه اللقاءات هذه اللي يكون التواصل، وبالتالي سأتكلم بانتظار لأننا اليوم في لقاء تواصلي. الأهم عندنا اليوم هو تصنتوا لكم نتوما كيفاش دازت هذه السنة، كيفاش كانت الأمور، شنو هو المشاكل اللي لقيتو، شنو هو التساؤلات ديالكم، نحاولوا نجاوبوا عليها إن شاء الله في اليوم. السي منير خليفي رئيس المصلحة ديال الضرائب بإقليم أسفي ويوسفية يعني تكلم بما فيه الكفاية على الناس الماليين والطريقة ديال هذا النظام وكل ما يدور له. أنا غنتكلم باختصار على الطريقة ديال لا تيليغراسيون كيفاش غندخلو، وبغيت نقول بأن يعني الاختلاف اللي كان هذه السنة مقارنة مع السنة الفائتة هو أنه هذه السنة كان يعني الناس خاضعين نظام ديال المساهمة المهنية الموحدة داروا التصريح ديالهم بطريقة تلقائية، بمعنى أنهم هما اللي داروا ديك الرقم ديال المعاملات بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنا في اطار واحد اللقاء تواصلي اللي نظمته غرفه التجاره والصناعه والخدمات، اللي كان الموضوع ديالو حول لقاء تواصلي حول المساهمه المهنيه الموحده، اللي كانت حاضره في التنشيط ديالو المديريه الجهويه للضرائب ووكاله الضمان الاجتماعي لا سي ان اس اس، كانت هي حاضره معنا. كان الحمد لله كان نقاش ولقاء تواصلي اللي مهم استفدوا منه الاخوان المهنيين والمنتسبين للغرفه. الحمد لله كانوا تساؤلات كانوا اجوبه، كانوا مشاكل وكانوا الحلول. جميع المشاكل اللي كانوا جاوبوا عليهم الاخوان اللي ما نوط لهم السؤال، لا في شخص السيد المدير الجهوي للضرائب او لا في شخص السيد المدير المكتب ديال السينيسيس. الحمد لله دابا الغرفه غاديه في واحد النهج ديال تقريب الاداره المواطن.
حنا غاديين على اساس انه نشتغلوا ونقربوا الغرفه جميع المنتسبين ليها. اللي عنده شي مشكل مرحبا به، الغرفه فاتحه الباب ديالها، اللي كاين شي مشكل حنا راه موجودين اننا نوقفوا معاه ونمشيو معاه لجميع الادارات ونحلوا المشاكل ديالهم، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا بزاف. كاينين اخوان ان شاء الله تبارك الله كاملين وراء الدار ديالنا اللي خدامين معنا ومعاونين معنا، لانه الدور الحقيقي ديال الغرفه هو هذا، هو انه خاصها تكون واقفه مع المنتسبين والمهنيين ديالها، وخاصها تكون هي المتكلم باسم هاد المهنيين والمنتسبين. بالنسبه لي اخويا رشيد، التمثيليه اللي غادي نلقى راسي فيها هي الغرفه، لحقاش ما يمكنش انه انا مهني اولا تاجر اولا خدماتي ان لقيت راسي في الغرفه. خاصنا نخدموا، جاتنا 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 الوقت لهاد المدينه، خاصنا نخدموها، خاصنا نتعاونوا مع الاخوان. هذا هو الدور ديالنا كغرفه، وهذا هو سبب الاختيار. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. بدعوه من غرفه التجاره والصناعه باسفي، تشرفنا بحضور هذا اللقاء التواصلي، ممثلين عند المديريه الجهويه للضرائب مراكش، ممثله في المصلحه الاقليميه للضرائب باسفي، بالاضافه الى الاخوان ممثلي صندوق الضمان، صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد تدارس وتقييم تجربه المساهمه المهنيه الموحده التي جاء بها قانون الماليه 2021، ونحن في تنزيلها في سنتها الثانيه، وحاولنا ما امكن ان نذكر بمضامين القانونيه التي جاءت بها هذه المساهمه المهنيه الموحده، لا في شقها الجبائي ولا في شقها المتعلق بالواجبات التكميليه عن التغطيه الصحيه الاجباريه. وفي هذا الصدد قمنا بعد انتهاء الاشغال بتلقي اسئله الحاضرين والاجابه عليها، وضربنا موعدا اخر ان شاء الله في مكان اخر مع فئه اخرى كاداره مواطنه ومتواصله مع الجميع في كل مكان وفي كل زمان. وشكرا لكم. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.